كيفية فرز النصوص والأرقام طبعاً تنازلياً وتصاعدياً. مثلاً لو حبينا نفرز النصوص من الألف إلى الياء، أو حبينا نفرز الأرقام من الأكبر إلى الأصغر، أو من الأصغر إلى الأكبر. طبعاً عملية الفرز هي نفسها إذا كانت بالجداول أو بالنصوص على شكل فقرات. مثلاً في حال لو ردنا نفرز النصوص بهذا الجدول من الألف إلى الياء، نحدد النصوص أو الخلايا كلها، ومن الصفحة الرئيسية نذهب إلى هذه العلامة اللي هي علامة الأي إلى الزت، علامة الفرز بهذا الشكل. طبعا كل هذه الأمور راح نتركها كما هي. عندنا فقط هنا تصاعدي وتنازلي. التصاعدي أي بمعنى أنه راح يكون الفرز من الألف إلى الياء، والتنازلي راح يكون من الياء إلى الألف، ثم نضغط على موافق. إذا لاحظ أنه الأسماء أصبحت عندنا مفروزة من الألف أحمد إلى الياء ياسر. وفي حال لو أردنا نفرز الأرقام أو العمر من الأكبر إلى الأصغر، لو أردنا نفرز هذه الأسماء من الأكبر عمرا إلى الأصغر عمرا، طبعا نحدد كل هذه الأعمار ونذهب إلى علامة الفرز ضمن الصفحة الرئيسية، ومن ثم نختار تنازلي أو تصاعدي. في هذه الحالة نريد نفرز العمر من الأكبر إلى الأصغر، راح نختار تنازلي ومن ثم موافق. إذا لاحظ أنه راح يتم عملية الفرز من الأكبر إلى الأصغر. كيفية تحويل النصوص إلى جدول؟ طبعا الكثير من النصوص قد نجلبها من الإنترنت، أو ممكن نكتبها بطريقة نصية وليس بطريقة الجدول، مثل ما نلاحظ بهذا الشكل. وطبعا يجب فصل الأعمدة، يعني تسلسل الاسم الاختصاص، يجب فصلهن بعلامة التاب أو علامة النجمة أو الشارحة أو أي وسيلة فصل أخرى. مثلا عندنا هنا ثلاثة، راح نفصل تاب، مثلا راح يكون علي تاب، وراح يكون الاختصاص طابعي، وهكذا أكتب البيانات بهاء مخرج بهذا الشكل. لو عدنا هاي المعلومات وحبينا نحولها إلى جدول، طبعا العملية جدا سهلة. نحدد هذه البيانات ومن إدراج جدول ونختار تحويل النص إلى جدول، راح تظهر لنا هذه النافذة. طبعا هي نافذة استعلامية، عدد الأعمدة 3 1 2 3 وعدد الصفوف 5 1 2 3 4 5 ومن ثم موافق. إذا لاحظ أن العملية راح تكون بهذا الشكل وراح تتحول البيانات إلى جدول. طبعا بالإمكان الفصل من خلال وسائل الفصل الأخرى. طيب مثلا عندنا واحد فاصلة ومن ثم نجمة ومن ثم مثلا محمد ومن ثم راح نضغط على نجمة ونكتب مصمم. بنفس الطريقة السطر الثاني 2 علي نجمة ومبرمج بهذا الشكل. راح نجي نحدد البيانات ومن إدراج جدول وتحويل النص إلى جدول. طبعا راح نجي نغير من فقرات إلى غير ذلك، وراح نضيف الوسيلة اللي تم الفصل من خلالها. طبعا في هذه الحالة فصلنا بالنجمة، راح نكتب نجمة بهذا المكان ثم موافق. نلاحظ أنه راح يكون عندنا بهذا الشكل. طبعا ممكن نتراجع هنا، طبعا ما خلينا النجمة، فقط نضيف النجمة ونعيد العملية من إدراج وجدول تحويل البيانات إلى جدول. طبعا نتأكد من كتابة النجمة ومن ثم موافق. نلاحظ أنه تم تحويل البيانات إلى جدول. إضافة الترقيم التلقائي للجداول. طبعا الترقيم التلقائي للجداول فيه الكثير من المزايا، راح نتعرف عليها لاحقا. حتى نضيف ترقيم تلقائي للجدول، نحدد الخلايا اللي نريد نضيف لها ترقيم تلقائي، وطبعا من الصفحة الرئيسية نذهب إلى الترقيم ونختار أي نوع من أنواع الترقيم. مثلا هذا الترقيم اللي هو 1 2 3. ممكن نلاحظ أنه الأرقام راح تكون إلى اليسار أو ممكن تكون إلى اليمين حسب اللغة. حتى نتخلص من الفراغ نذهب إلى إزالة بهذا الشكل اللي هو إنقاص المسافة البادئة. نذهب إلى إنقاص المسافة البادئة، نلاحظ أنه الأرقام راح تكون بشكل مباشر باليمين، وطبعا راح تكون بشكل طبيعي وجيد وبشكل دايناميك. يعني لو فرضا لو حذفنا حقل، مثلا حذفنا الحقل رقم 6 من خلال Backspace ومن ثم موافق، نلاحظ أنه الترقيم راح يكون دايناميك وراح يحافظ على التسلسل.
ايضا لو ضفنا حقل جديد نلاحظ انه راح يتم اضافة الترقيم بالحقل الجديد، وبالتالي راح نضمن التسلسل راح يكون بشكل مضبوط. اعرض الملف بصفحتين بواجهتين واحدة بجانب الاخرى طبعا، وذلك لغرض التنسيق بالصفحتين بشكل متزامن بان واحد. يعني مثلا لو عدنا هذا الملف بصفحات كثيرة وحبينا ناخذ نسخ من النهاية ونضيفه إلى البداية، طبعا العملية جدا صعبة ننزل ونصعد خصوصا إذا كان عندي الصفحات كثيرة. الحل هو من نافذة عرض نختار نافذة جديدة. نلاحظ أنه صار عندنا ملفين، الملف الأول والملف الثاني، طبعا هو نفس الملف ولكن واجهتين، عرض بواجهتين. راح نعرض هذه الواجهتين أو الملفين بآن واحد، كل ملف راح يكون بجانب. نذهب إلى نافذة عرض ومن ثم نختار العرض جنبا إلى جنب. نلاحظ أن الملف راح ينعرض بآن واحد. إذا لاحظ أنه عملية النزول والصعود هي متزامنة، إحنا نريد هذا الملف مثلا يوصل للنهاية وهذا الملف للبداية حتى نأخذ كوبي ونلصق بهذا الملف. طبعا هنالك أمر هو الذي يعمل التمرير بشكل متزامن. الأمر هو بنافذة عرض، هذا الجزء اللي هو تمرير متزامن، فقط نضغط عليه حتى يتم إلغائه. لاحظ أنه هنا راح يكون عندي تمرير بشكل منفصل وغير متزامن مع الملف الآخر. بإمكاننا نأخذ كوبي من الملف الآخر أو قص ونضيفه بالملف الأول بأي مكان احنا نحب، وبالتالي راح تكون عندنا حرية بعرض صفحات الملف بشكل مختلف. إضافة جدول المحتويات الفارست. طبعا مع عصر البحوث الإلكترونية الكثير منا يحتاج عمل البحوث، ومن عناصر البحث المهمة اللي هو جدول المحتويات. حتى نعمل جدول المحتويات دايناميكي واحترافي بشكل سهل وبسيط، لابد أن نضيف تنسيق أو نمط لجميع العناوين اللي يريدها تظهر في جدول المحتويات. مثلا عندنا هذا العنوان راح نحدده ونضيف له نمط، مثلا نجي إلى هذا العنوان واحد، ومن ثم نجي إلى العنوان الثاني ونضيف له نمط، وهكذا يتم إضافة الأنماط لجميع العناوين. السبب هو أنه البرنامج راح يلتقط هذه العناوين المضاف لها نمط، وطبعا راح يلتقط رقم الصفحة الخاص بكل عنوان، وراح يضيفه بجدول المحتويات بشكل دايناميك من خلال خطوة واحدة فقط. طبعا بعد ما نكمل جميع العناوين راح نعمل جدول المحتويات بشكل سهل. مثلا راح نضيف جدول المحتويات بهذه المنطقة، راح نضغط Ctrl Enter حتى نضيف صفحة جديدة، ومن ثم نجي إلى مراجع ومن ثم جدول المحتويات على اليمين، نختار أحد هذه الأنواع وأنا أفضل النوع الأول، ومن ثم راح يتم إضافة جدول المحتويات بشكل سهل وبخطوة واحدة فقط. طبعا بالإضافة نقدر ننسق العنوان بشكل سهل، وطبعا نقدر ننسق جميع هذه النصوص أيضا بشكل سهل وبسيط. الجيد بالموضوع انه في حال لو ضفنا عنوان جديد مثلا بهذه المنطقة، مثلا راح نضيف عنوان اللي هو أسس البرمجة، هذا العنوان اللي ضفناه راح نضيف له نمط جديد ونجي الى مثلا عنوان واحد. طبعا لو حبينا نضيف العنوان الجديد الى جدول المحتويات كل ما هنالك نجي الى مراجع ومن ثم تحديث الجدول، طبعا نضغط على تحديد الجدول بأكمله ومن ثم موافق. نلاحظ انه راح يضيف اسس البرمجة. ايضا بامكاننا نضغط كليك ايمن وتحديث الجدول او تحديث الحقل، ونختار تحديث الجدول باكمله. طبعا هذا الموضوع راح يسهل علينا اضافة جدول المحتويات بشكل سهل وجميل. ادراج لقطة شاشة لصورة والتحكم بها بداخل برنامج وورد. طبعا حتى نضيف صورة نجي الى قائمة ادراج ونضيف صورة من خلال ادراج صورة، او بامكاننا نضيف لقطة شاشة من صورة موجودة مفتوحة بسطح المكتب. طبعا يجب ان نفتح الصورة بسطح المكتب ومن ثم نختار لقطة شاشة ومن ثم لقطة شاشة، راح يختفي برنامج وورد وراح تظهر الصورة مع اضافة علامة الزائد مكان الماوس. طبعا راح نجي نأشر مكان الصورة او جزء الصورة ومن ثم نترك الماوس راح تظهر الصورة بشكل مباشر. نلاحظ ان هذه الصورة بامكاننا نصغرها ولكن حركتها صعبة جدا، حتى نحول هذه الصورة الى كائن ومن ثم نحركها بشكل مباشر نضغط عليها كليك ايمن
ومن ثم التفاف النص أمام النص ونحرك الصورة بشكل مباشر. لو حبينا تكون هذه الصورة خلف النص نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف النص ومن ثم خلف النص. لاحظ أن الصورة أصبحت خلف النص. طبعا بالإمكان نخليها شفافة أو نبقيها كما هي. أيضا بالإمكان نعمل التفاف للنص حول الصورة بحيث ما تغطينا النص. نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف النص ونختار مشدود. إذا لاحظ أن الصورة راح تكون مشدودة مع النص وبالتالي راح تكون موجودة وسهولة أن نحركها بالمكان اللي إحنا نريده، وأيضا ما راح تغطينا النص بحيث النص راح يلتف حول الصورة. اختصارات مهمة لإدراج الوقت والتاريخ بشكل سريع. حتى ندرج التاريخ بشكل سريع طبعا نضغط في أي مكان نريد ندرج التاريخ فيه، وطبعا نضغط على الاختصارات Alt Shift مع حرف D. Alt Shift مع D راح يضاف التاريخ بشكل مباشر. طبعا يضاف تاريخ اليوم حسب التاريخ الموجود في الحاسوب. فيما يخص الوقت يفضل انه نغير الى اللغة الانجليزية، ونضغط على الاختصارات Alt Shift مع حرف T اللي هو اختصار Time. طبعا اختصارات مهمة ممكن نضيف بها الوقت والتاريخ بشكل سهل ومباشر. إضافة نص عشوائي، طبعا هذا النص ممكن نستفاد من عنده في تنسيقات النصوص إذا كان عندنا بحث تجريبي. حتى نضيف هذا النص العشوائي نكتب يساوي بالإنجليزية، لابد نكتب يساوي كلمة راند اللي هي اختصار راندومايز، وطبعا نفتح قوس ونكتب عدد الفقرات المطلوبة مثلا 3 فاصلة وعدد الأسطر في كل فقرة مثلا 4 أو 5، ومن ثم نغلق القوس ومن ثم انتر. إذا لاحظ أن النص راح يضاف بهذه الطريقة. طيب ممكن أنه ننسق النص بطريقة أخرى، ممكن نحذف جميع التنسيقات طبعا محاذاة إلى اليمين، طبعا ننسق النص بهذا الشكل. إذا لاحظ أنه بكل فقرة عندنا 5 أسطر وطبعا 3 فقرات حسب ما طلبنا من البرنامج إضافتها. طبعا هذا النص ممكن يفيدنا لو احتاجين إلى نص سريع بدل أن نستنسخ النص من مكان معين، بإمكاننا نضيف النص بشكل مباشر من خلال برنامج وورد. عمل المعادلات الرياضية واستخراج النتائج مباشرة على برنامج وورد. طبعا في البداية حتى نعمل معادلة رياضية ونستخرج النتائج نضغط على المفتاح Ctrl وF9. طبعا فقط ملاحظة انه في اللابتوب هنالك مفتاح فن، فيجب ان نضغط Ctrl ومفتاح فن مع F9 في اللابتوب فقط. طبعا بعد ما نضغط على المفتاح Ctrl وF9 مع المفتاح فن اذا كان لابتوب، طبعا اذا كان ديسكتوب ما يحتاج نضغط فن، وحتى بعض اللابتوبات ما متوفر بيها المفتاح فن فما يحتاج نضغط المفتاح فن. بعد ما ضغطنا على هذه المفاتيح راح تظهر لنا هذه الاقواس. طبعا نكتب يساوي والعملية الحسابية مثلا 5 × 3. حتى نستخرج النتيجة نضغط على المفتاح F9 أو المفتاح فن F9 إذا كان متوفر المفتاح فن باللابتوب، أو ممكن نضغط كليك أيمن وتحديث الحقل اللي راح تظهر لنا النتيجة. طبعا العملية سهلة جدا وبسيطة، بإمكاننا نعيدها مرة أخرى. نضغط على المفتاح Ctrl فن F9، نضغط على المفتاح يساوي، ومن ثم نكتب العملية الحسابية مهما كان حجمها مثلا 5 × 6 × 25 × 33 × 5 أو 56 × 80 أو 70 ناقصا 30، مهما كان حجم العملية الحسابية، ومن ثم نضغط على المفتاح فن وF9 أو كليك أيمن تحديث الحقل راح تظهر لنا النتيجة بشكل مباشر. تحويل ملف وورد إلى برنامج إكسل ومن ثم ممكن إجراء العمليات الحسابية على الملف. لتحويل الملف يجب حفظه بصيغة ويب بيج من خلال ملف حفظ باسم، ومن ثم نختار الاسم المناسب، وضروري نختار الصيغة المناسبة اللي هي ويب بيج فلترد، من ثم حفظ، نعم، نغلق الملف، نفتح برنامج إكسل جديد. بعد ما فتحنا برنامج إكسل
نجي إلى فتح مصنفات أخرى ومن ثم استعراض، ثم نختار الملف اللي حفظناه قبل قليل ومن ثم فتح. إذا لاحظ أن الملف راح يتم فتحه ببرنامج إكسل بكل سهولة. طبعا بإمكاننا نحوله إلى اتجاه عربي من خلال تخطيط الصفحة وورقة من اليمين إلى اليسار. أيضا بإمكاننا أن نعمل العمليات الحسابية من خلال الدالة صم وجميع الدوال الأخرى. مثل ما نلاحظ أمامنا كل العمليات الحسابية تم عملها بنجاح. تحذف الصفحات الفارغة والزائدة بملف برنامج وورد. طبعا هناك طريقة بسيطة جدا وسهلة لحذف الصفحات. عندنا في هذا الملف عندنا هذه الصفحة صفحة فارغة، وطبعا عندنا هنا صفحة زائدة، وبإمكاننا أن نحذف هذه الصفحة الفارغة والصفحة الزائدة. طبعا كل ما هنالك من الصفحة الرئيسية عندنا هذا الجزء اللي هو علامة الفقرات، فقط نضغط عليه راح تظهر لنا علامات الفقرات أو الجدولة. طيب كل ما علينا أنه نحدد هذا الجزء اللي هو علامة الفقرات، نحدده بالماوس وطبعا نضغط على ديليت أو باك سبيس من الكيبورد راح يتم حذفه. راح يتم حذفه مع حذف الصفحة. وعندنا هذه الصفحة أيضا هنالك علامة، هذه العلامة اللي هي علامة جدولة مثل ما نلاحظ، راح نحددها بشكل سريع ومن ثم نضغط على ديليت راح تنحذف الصفحة الفارغة. تقليص صفحة واحدة من مجموعة صفحات. مثلا عندي بحث وهذا البحث أريده يكون 3 صفحات بدلا أن يكون 4 صفحات، أو 5 بدلا أن يكون 6، وهكذا. العملية سهلة جدا، ممكن أنه أصغر حجم النصوص بقليل راح تصير عندي هذه عملية التصغير أو التقليص. ولكن هنالك أمر احترافي جدا، هذا الأمر هو يقلص لنا عدد الصفحات صفحة واحدة مع الاحتفاظ على النص كما هو. الخيار موجود ضمن الخيارات، لابد أنه نستدعيه ونضيفه بقائمة جديدة من ضمن هذه القوائم أو في قائمة جديدة. نذهب إلى الجزء العلوي بالأعلى بهذه الطريقة ونختار أوامر إضافية، ومن ثم نجي إلى تخصيص الشريط. طبعا بالأعلى الأوامر الشائعة نغيرها إلى كافة الأوامر، وطبعا ننزل إلى الأمر اللي هو اسمه تقليص الشريط اللي هو حرف التاء، طبعا مرتبة حسب الحروف الأبجدية، حرف التاء والقاف. طبعا عندنا هنا حرف التاء مع الحاء، طبعا ننزل قليلا لأن نصل إلى حرف التاء مع القاف اللي هو تقليص الشريط اللي هو تقليص صفحة واحدة. طبعا هذا هو الأمر. طبعا حتى أضيف هذا الأمر بإمكاني أضيفه إلى الصفحة الرئيسية، أو بإمكاني أضيف صفحة جديدة من خلال علامة تبويب جديدة، وبإمكاني أنه طبعا أعيد تسميتها من خلال إعادة تسمية، أسميها مثلا أوامر إضافية. أيضا بإمكاني أنه أختار من ضمن هذه الأيقونات مثلا هذه العلامة ومن ثم موافق. طبعا بعد ما حددت هذه علامة التبويب أجي إلى هذا الأمر اللي هو تقليص صفحة واحدة وأختار طبعا إضافة. ألاحظ أنه الأمر هذا راح يكون موجود. أيضا بإمكاني أنه أعيد تسمية هذه العلامة الجديدة اللي هي مثلا ممكن تكون أوامر إضافية. بإمكاني أضيف مجموعة من الخيارات إلى هذه النافذة، راح أكتفي فقط بأوامر إضافية ومن ثم موافق. إذا ألاحظ هنا أنا عندي أوامر إضافية أصبح بها هذا الأمر اللي هو تقليص صفحة واحدة. عند ما أضغط على تقليص صفحة واحدة ألاحظ أنه الصفحات راح تكون 3 صفحات بدلا من 4. طبعا هو راح يصغر حجم النص قليلا جدا، وبالتالي راح يحافظ لي على النص وراح يقلص لي عدد الصفحات. كيفية إدراج علامة الدرجة المئوية. طبعا هذه العلامة مهمة في كتابة الدرجة المئوية أو درجات الزاوية. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، كل ما علينا نكتب الرقم مثلا 45، وطبعا نضغط على المفتاح Alt ونكتب الرقم من الكيبورد 248. 248 راح يتم إضافة النسبة المئوية. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، بإمكاننا أن نغير اللون أو نغير الحجم بالقيمة اللي نشوفها مناسبة. فقط نذكر الاختصار، نكتب Alt زائدا 248.
إدراج خطوط أسفل الفقرات. طبعا هذه الخطوط تستخدم عادة في البحوث والرسائل والأطاريح والأسئلة الدراسية. طبعا هذه الخطوط هي عبارة عن فاصلة بين فقرة وفقرة أخرى. مثلا عندنا هنا سؤال وحبينا نفصل هذا السؤال عن السؤال الآخر، طبعا راح ننزل أسفل السؤال من خلال نضغط على Enter، وعندنا مجموعة من الأنواع لهذه الخطوط راح نذكرها كلها، وأنت بإمكانك تختار الخط المناسب لك. أول نوع هو الخط المستمر البسيط، طبعا نضغط 3 مرات على علامة الناقص ومن ثم نضغط على Enter. إذا لاحظ هذا هو الخط المستمر البسيط. النوع الثاني هو الخط المستمر الغامق، طبعا نضغط على الأندرسكور اللي هو شفت علامة الناقص 3 مرات ومن ثم Enter. إذا لاحظ أنه أصبح الخط متصل وسميك. عندنا طبعا الخط المزدوج، نضغط على شفت وعلامة الهاشتاج اللي هو شفته 3، عندنا هذا الخط اللي هو خط المزدوج. وطبعا عندنا الخط المتصل المزدوج البسيط اللي هو نضغط على علامة اليساوي 3 مرات. إذا لاحظ هذا هو الخط المزدوج البسيط، نفس هذا الخط ولكن مزدوج. أيضا عندنا الخط المنقط اللي هو شفت رقم 8 علامة النجمة 3 مرات. إذا لاحظ بهذه الطريقة عندنا الخط المنقط. طبعا بإمكاننا نضيف هذه الخطوط بشكل آخر وبتنسيقات أخرى، وأيضا بإمكاننا نتخلص من عدها من خلال أنه نحدد هذه الخطوط كلها، وطبعا مع الفقرة مع النص. وطبعا نذهب إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم نجي إلى هذه علامة الحدود والتظليل ونختار بلا حدود، راح تختفي كل هذه الحدود. طبعا حتى أضيف الخطوط بطريقة منسقة أكثر راح أخلي الماوس بأي مكان بالفقرة، مثلا في بداية الفقرة، ومن الصفحة الرئيسية حدود وتظليل وأختار حدود وتظليل. طيب من هذا الخيار راح أختار نوع الخط، أي خط أنا أشوفه مناسب، مثلا هذا النوع. وطبعا عندنا هنا اللون، بإمكاني أنه أختار اللون، وأيضا عندي هنا السمك، بإمكاني أنه أختار السمك اللي أشوفه مناسب. إذا لاحظ هنا عندنا الخط راح يكون هو حول الفقرة من جميع الجهات. إذا أريد يكون أسفل الفقرة طبعا أختار هذا الجزء، أو بإمكاني بشكل يدوي من الماوس بإمكاني أنه أحذف جميع هذه الجهات وأختار الجهة اللي أريد الخط يكون بها، من اليمين من اليسار من الأعلى أم من الأسفل. مثلا أريد الخط يكون بالأسفل أسفل الفقرة، راح أضغط هنا كليك بهذه المنطقة وأختار موافق. إذا ألاحظ أن الخط راح يكون بهذه الطريقة. أيضا بإمكاني أنه أتخلص من هذا الخط من خلال أنه أحدد الفقرة مع الخط وأروح إلى حدود وتظليل وأختار بلا حدود. إدراج علامتي الصح والخطأ، طبعا هذه العلامات مهمة وكثيرة الاستخدام، ولا سيما في عصر التدريس الإلكتروني. حتى نضيف هذه العلامات روح إلى قائمة إدراج ومن ثم رمز ومن ثم المزيد من الرموز. نختار خط اللي هو اسمه وينج دينج، طبعا الخط بحرف الدبليو يبدأ، يعني سهل كلش نوصل له. ننزل إلى الأسفل قبل الأخير عندنا هذا الخط اللي هو اسمه وينج دينج. هذا الخط طبعا بعد ما اختارينا هذا الخط ننزل إلى الأسفل، عندنا هنا طبعا علامة الصح المفردة، طبعا نضغط عليها دبل كليك، وطبعا علامة الخطأ المفردة. أيضا عندنا علامة الصح اللي بداخل مربع وعلامة الخطأ اللي بداخل مربع، بإمكاننا نضيفهن مع مجموعة من الرموز. طبعا هذه العلامات هي عبارة عن نص، بإمكاننا ننسقهن ونكبرهن بالحجم اللي احنا نشوفه مناسب. يعني مثلا علامة الخطأ راح أخليها باللون الأحمر، وعلامة الصح راح أخليها باللون الأخضر. أيضا بإمكاننا نكبرهن بعد حتى يكون الحجم واضح. إدراج جدول إكسل بداخل برنامج وورد، طبعا عملية سهلة جدا ومفيدة للغاية. حتى نضيف جدول إكسل بداخل برنامج وورد يجي إلى صفحة إدراج ومن ثم جدول، ونختار جدول بيانات إكسل. راح يتم إضافة ورقة إكسل بداخل برنامج وورد أيضا مع فتح نافذة خاصة ببرنامج إكسل لغرض عمل المعادلات والدوال. إذا لاحظ أنه الورقة تكون من اليسار إلى اليمين، طبعا بإمكاننا أن نخليها من اليمين إلى اليسار باللغة العربية من خلال تخطيط الصفحة ونختار ورقة من اليمين إلى اليسار. طبعا بشكل مباشر راح نملأ البيانات. طبعا حتى نضيف المجموع لهذه الدرجات راح نحدد الخلية اللي يريد نضيف بها الناتج، ومن الصفحة الرئيسية جمع تلقائي نختار
المجموع. راح يطلب من عندنا تحديد البيانات اللي يريد نجمعها، طبعا اللي هي عربي، فيزياء، رياضيات، ومن ثم موافق. طبعا بإمكاننا نجري عمليات الجمع للبقية من خلال نضغط على علامة الهاندل بهذه الطريقة. الآن أريد نضيف المعدل بهذه الخلية، طبعا من الصفحة الرئيسية جمع تلقائي راح نختار المتوسط، المتوسط اللي هو المعدل، وطبعا راح نحدد الدروس فقط وليس المجموع، فقط الدروس، ومن ثم انتر. طيب ايضا راح نجري عملية الهاندل حتى نجري بقية المعدلات. طبعا اذا لاحظ عندنا المراتب العشرية كثيرة بامكاننا نقللها من خلال تحديدها، وطبعا من الصفحة الرئيسية بامكاننا نقلل المراتب العشرية بهذا الشكل. بعد ما نكمل عملية إدراج البيانات وعمل المعادلات الحسابية، نضغط دبل كليك بأي مكان ببرنامج وورد بهذه الطريقة. لاحظ أنه أصبح عندنا جدول إكسل ولكن بداخل برنامج وورد. تعمل جداول قابلة للتحريك بشكل سهل وبسيط. طبعا تحريك الجداول يكون صعب في حال لو تم إدراج الجدول بشكل مباشر من خلال إدراج جدول. الطريقة الأسهل يتم عملها إذا كان عندنا جدول صغير، يتم تحريكه بشكل سهل بهذه الطريقة، وهي من قائمة إدراج مربع نص. راح نجي نرسم مربع نص، رسم مربع نص، وراح نضيف جدول بداخل هذا مربع النص. قبل كل شيء من قائمة تنسيق المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. الآن من الصفحة الرئيسية نحول اتجاه المربع إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، ثم من إدراج جدول راح نضيف جدول بهذه الطريقة. ممكن هذا الجدول يتم توسيعه بهذا الشكل، وطبعا بإمكاننا نضيف معلومات بهذا الجدول، مثلا التسلسل، الاسم. طبعا هذا الجدول بإمكاننا ننسقه بشكل سهل من خلال التنسيقات الإضافية اللي ممكن نضيفها طبعا، وهكذا بهذا الشكل، ومن ثم طبعا توسيط. أيضا بإمكاننا أن نعمل توسيط عمودي للنصوص، طبعا راح نخلي الحجم 14، ومن قائمة تخطيط نجي إلى هذا الخيار اللي هو توسيط عمودي بهذا الشكل. طبعا بإمكاننا نضيف قائمة رقمية، وأيضا بإمكاننا أن نحذف الترقيم من خلال نقصان المسافة البادئة. طبعا هذا الجدول بإمكاننا أنه نعمل جدول آخر، ولكن أنا راح أستنسخ هذا الجدول. طبعا أضغط على Control وأسحب وأستنسخ هذا الجدول. أيضا بإمكاني أنه أسحبه نسخة أخرى. مثل ما نلاحظ أنه الجداول سهلة جدا بالحركة، بإمكاننا أن نحركها بسهولة. أيضا بإمكاننا أنه نغير الألوان بشكل آخر ونتعامل ويا الجداول بشكل سهل من خلال هذه الطريقة. موضوع مهم بالاستمارات اللي هو إضافة القائمة المنسدلة. حتى نضيف قائمة منسدلة لابد أنه نضيف المطور، وطبعا المطور حتى نضيفه بالقوائم يجي إلى ملف، ومن ثم نجي إلى خيارات، ومن ثم تخصيص الشريط ونضع علامة صح على المطور. في حال لو كان بهذا الشكل نضع علامة صح ومن ثم موافق، راح يتم إضافة قائمة المطور إلى القوائم الحالية. بعد ما ضفنا المطور نجي إلى هذا الخيار اللي هو أسفل الصورة اللي هو عنصر تحكم لمحتوى قائمة منسدلة. بعد ما نضغط عليه بهذا الشكل راح يتم إضافة القائمة المنسدلة. حتى نضيف خيارات هذه القائمة نجي إلى خصائص، وطبعا راح نضيف عناصر لهذه القائمة. عندنا مثلا هنا الجنس، راح نضيف ذكر وأنثى من خلال إضافة، راح نكتب ذكر ومن ثم موافق ثم إضافة جديد ونكتب أنثى بهذا الشكل ثم موافق ثم موافق. طبعا بالإمكان تعديل الخصائص، مثلا ممكن نضيف اللون، ممكن يكون باللون الأحمر أو الأسود، ومن ثم موافق. نجي إلى الاختصاص هذا الشكل، وأيضا طبعا نضيف عنصر تحكم اللي هو راح يكون قائمة منسدلة بهذا الشكل. نجي إلى خصائص ومن ثم إضافة، راح نضيف مثلا دبلوم ثم إضافة جديد، راح نكتب بكالوريوس ومن ثم ماجستير وأخيرا دكتوراه ومن ثم موافق.
طيب حتى نضيف تاريخ بشكل دايناميك نضغط بهذا المكان، وطبعا نجي الى التاريخ هذا الشكل. طبعا بهذا الشكل نضغط على الخيار عنصر تحكم محتوى منتقي التاريخ بهذا الشكل، راح يكون عندنا التاريخ. طبعا بامكاننا اضافة التعديلات بهذا الشكل من خلال الصفحة الرئيسية، وطبعا نضيف التنسيقات مثلا 20 بولد، ومثلا ممكن يكون لون احمر. ايضا ممكن نحدد هذا الجزء، طبعا ممكن نختار حجم 26 وبولد، او ممكن يكون 24 ممتاز بولد ولون احمر بنفس الطريقة هذا الشكل. ممكن يكون بولد، وطبعا ممكن يكون حجم 24 واللون احمر. الان بعد ما تم اضافة القائمة المسدلة، طبعا بامكاننا الاختيار بشكل سريع، ممكن نضغط على الجنس ونختار ذكر او انثى. ايضا ممكن نختار الاختصاص بكالوريوس او دبلوم، وايضا نضغط على التاريخ ونضيف التاريخ مثلا 17/1/2022 بهذا الشكل. طبعا اذا لاحظ القائمة المسدلة راح تفيدنا كثيرا بالاستمارات. بامكاننا نحدد مجموعة من الخيارات للمستخدم، وطبعا المستخدم يختار الخيارات من خلال القائمة المنسدلة. دمج مجموعة ملفات وورد بملف واحد. مثلا أنا عندي بحث، وهذا البحث مقسم على مجموعة من الملفات، وحبيت أجمع كل هذه الملفات بملف واحد حتى يكون هو البحث الرئيسي. طبعا العملية سهلة جدا، هنالك أمر ببرنامج وورد ممكن يسهل علينا هذه العملية. طبعا هذه عندي الملفات اللي هي المقدمة، الفصل الأول، الفصل الثاني والثالث، والخاتمة ونتائج البحث، راح أجمعهم بملف واحد. طبعا لابد أنه أنشئ ملف وورد جديد من نيو، ومن ثم مستند مايكروسوفت وورد، وأسميه مثلا البحث، ومن ثم انتر. راح أفتح هذا الملف الجديد اللي أنشأته. طبعا لا أنسى أنه أغير اتجاهه للعربي، ضروري جدا. ومن قائمة إدراج أذهب إلى هذا الأمر اللي هو كائن، وأختار نص من ملف. طبعا بعد ما أختار هذا الأمر راح تظهر لي نافذة، أذهب إلى الملف اللي بالملفات المقسمة، وأختار أول ملف اللي هو المقدمة، ومن ثم إدراج. ألاحظ أن المقدمة راح يتم إدراجها بهذه الطريقة. طبعا ما ممكن أنه أضيف فصل جديد بمنتصف الورقة أو بورقة غير جديدة، أفضل أنه أضيف ورقة جديدة من خلال أضغط على Ctrl ومفتاح Enter معا حتى يضيف لي صفحة جديدة مثل ما نلاحظ بهذه الطريقة. أيضا أروح على إدراج، ومن ثم كائن، وأختار نص من ملف. راح أجي أحدد الفصل الأول وأضغط على المفتاح Ctrl، ومن ثم الفصل الثاني أبقى ضاغط على المفتاح Ctrl وأحدد الفصل الثالث، ومن ثم الخاتمة. إذا لاحظ تسلسل الملفات راح يكون هنا بهذا الشكل. طبعا راح أجي أحدد الفصل الأول بهذه الطريقة Ctrl Enter، وأحدد الفصل الثاني بنفس الطريقة، راح أحدد الفصل الثالث، ومن ثم راح أجي أحدد الخاتمة. إذا لاحظ أنه تم إضافة الفصول المجمعة بالفصل الثالث والفصل الثاني، الفصل الأول، وإذا أرجع إلى البداية راح ألاحظ المقدمة. كل الأقسام والفروع اللي كانت مقسمة تم جمعها بملف واحد، بإمكاني أنه أحفظها. طبعا هذا الملف يحتوي على كل الملفات اللي مقسمة واللي مفصولة بملفات منفردة. تشكيل الكلمات. طبعا تشكيل الكلمات يعد مهم في قراءة وإعراب النصوص، ولا سيما في اللغة العربية. حتى نضيف التشكيل للكلمات هنالك موقعين، طبعا الموقعين معتمدين وتعتبر من المواقع المحترمة. حتى نشكل الكلمات كل ما علينا انه ناخذ كوبي للنص، مثلا راح ناخذ كوبي لهذا النص، وطبعا نضغط على نسخ. طبعا هذا الموقع خاص بقناة الجزيرة، عندما نضغط على تعلم اللغة العربية بموقع الجزيرة نذهب الى تشكيل،
وطبعا هذا الرابط راح يتم ارفاقه مع هذه المحاضرة. كل ما علينا انه نضغط هنا كليك ايمن ونلصق النص اللي تم نسخه ونضغط على اوافق وانالست روبورت، بعدها اضغط على معالجة النص، انتظر بين ما يتم تشكيل النص. اذا لاحظ انه النص تم تشكيله بشكل مناسب راح اضغط كليك ايمن ونسخ، او بامكان انه انسخ من هذه المنطقة، واذهب الى برنامج وورد وراح احدد هذا النص، اضغط عليه كليك ايمن واختار هذه علامة اللصق. اذا الاحظ انه هنا تم تشكيل النص بشكل جيد مع اضافة الحركات، ممكن ناخذ هذه الكلمة وطبعا نسخ، بامكاني انه الصق النص بهذه المنطقة واضغط Analyst to Report معالجة النص ومن ثم نسخ. طبعا اجي الى برنامج وورد، اضغط كليك ايمن والصق بهذه الطريقة ثم اضغط انتر من الكيبورد. اذا لاحظ انه تشكيل الكلمات اصبح بشكل ممتاز وجيد. طيب بامكاننا انه نجري نفس العملية بموقع اخر، موقع اسمه مشكال، طبعا ننسخ وراح نذهب الى موقع مشكال. طبعا هذا هو الموقع، موقع مشكال. بامكاننا انه نذهب بهذه المنطقة نلصق، طبعا راح نمسح النص الموجود بهذه المنطقة ونلصق ثم نكتب تشكيل. اذا لاحظ انه النص اصبح بشكل ممتاز وطبعا ملون. طبعا الجيد في هذا الموقع انه يعطينا خيارات تعديل التشكيل في حال لو كان التشكيل غير صحيح. مثلا عندنا هنا مصمما، ممكن اضغط عليها كليك ايسر وعدي هنا مجموعة من الخيارات، بامكاني انه الغي التشكيل او اعدل التشكيل حسب ما انا اريد من خلال الكيبورد. في حال لو كان التشكيل صحيح بامكاني انه احدد كل اللي موجود، اضغط كليك ايمن وطبعا اختار نسخ. راح اذهب الى برنامج وورد وراح الصق هذا النص وطبعا كليك ايمن ومن ثم لصق. اذا لاحظ انه النص اصبح بهذه الطريقة، فقط يحتاج انه اضيف اللغة العربية بهذه الطريقة. ممكن الموقع الاول اكثر سلاسة بعملية النسخ واللصق، ولكن الموقع الثاني يعطينا امكانية التعديل، وطبعا هذه الامكانية غير متوفرة بالموقع الاول. كيفية قفل التعديل على مستند برنامج وورد؟ في بعض الاحيان نحتاج الى قفل التعديلات على برنامج وورد حتى نحافظ على رصانة المحتوى. نستطيع قفل التعديل على الملف من خلال الذهاب الى مراجعة، ومن خلال الامر تقييد التحرير نفعل الخيار على قيود على التنسيق وقيود على التحرير، ومن ثم نضغط على الخيار ابدأ بفرض الحماية. راح تظهر عندنا هذه النافذة اللي تطلب من عندنا كلمة مرور، راح نكتب كلمة المرور مثلا 1 2 3، نعيد كلمة المرور 1 2 3 ومن ثم موافق. اذا اروح للصفحة الرئيسية اذا الاحظ كل التعديلات ما اقدر اجريها على الملف، وذلك حتى نحافظ على رصانة الملف من التعديلات. طيب لو اردنا ايقاف الحماية وارجاع الملف لوضعه السابق، نذهب الى قائمة مراجعة ومن ثم تقييد التحرير ومن ثم ايقاف الحماية. راح يطلب من عندنا كلمة مرور، نكتب كلمة المرور اللي هي 1 2 3 ومن ثم موافق. اذا لاحظ ان الملف رجع الى حالته الطبيعية. طبعا هذه العملية مفيدة في حال لو حبينا نقفل الملف حتى نحافظ على الرصانة.